10 سنين مليانة دموع ودم، لأنه صحيح واقع نينوى وتغير بعد التحرير، بس بعدهم يقولون العين بصيرة والإيد قصيرة، وهذا حال أهل الموصل اللي شافوا مدينتهم تنهار وما بيدهم حيلة، بس مثل ما يقولون اللي ما يقتل يقوي. وأهل الموصل رغم كل شيء وقفوا من جديد وحاولوا يرجعون الحياة لمدينتهم. بالمقابل سيطرة الفصائل والمكاتب الاقتصادية زادت الطين بلة، كل من إيده إله، وشفنا شلون المصالح الشخصية صارت فوق مصلحة البلد، والمكاتب الاقتصادية صارت تتحكم بكل صغيرة وكبيرة بالموصل. والصراع السياسي على ثروات المدينة هم زاد الوضع سوء تحت مبدأ البحر غدار، والسياسيين صاروا يتنافسون على الموارد والثروات بدل ما يوحدون جهودهم لإعادة بناء المدينة. والنفط والمعادن والثروات الأخرى صارت محل نزاع بينهم، وكل واحد يسوق النار لقرصته. نعم نينوى تحررت وعادت الحياة والناس رجعت واستقرت، لكن مسببات سقوط الموصل لا زالت موجودة، ما يعني أنه النصر منقوص، وإحنا بحاجة إلى معالجات جذرية تبعد سطوة السلاح والفصائل عن نينوى وأهلها.